فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش وإياكم والشح. فالشح البخل، البخل هنا يعني البحث عن رضا النفس، البحث عن متطلبات النفس، ثم بعد ذلك إذا أشبع نفسه وهواها وهي لا تشبع بحال من الأحوال لا يمد يد العون لغيره. فالشح أشد من البخل، يتقاتل الناس عليه. ولذلك فإن الشح كان من دأب الأمم السابقة، لذلك تقاتلوا على الدنيا. قال فإنما أهلك من كان قبلكم قبلك الشح، أمرهم بالكذب فكذبوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقيع. يعني الشح أساس كل رذيلة، الشح أساس كل رذيلة. الإنسان يريد الدرهم على الدرهم. إن الله جل في علاه إذا ألقى في عبد الشح قد أهلكه، لأن الشح أساس كل رذيلة. فالشح يأمره بالبخل، الشح يأمره بالكذب، الشح يأمره بالغش، الشح يأمره بالظلم، ولا يستعتب، لا يستعتب، إنه يسعى خلف مأربه وخلف مطلبه، لذلك لا يرى أحدا إلا هو، أنا وخلف الطوفان، هذا لسان حاله في هذا الباب. لذلك حذر الله جل في علاه أيام تحذير من الظلم ومن الشح، والشح أساس الظلم، والشح أساس كل رذيلة. ولكن الظلم إذا كان عاتيا فإن أعجل العقوبات البغي، الظلم يأباه الله جل وعلا، يبغض الله الظلم والظالمين. لذلك على الإنسان يعني أن يفتش في نفسه، فلا يكون ظالما في عرض أحد، ولا يكون ظالما لمال أحد، ولا يكون ظالما لبدن أحد. وأعظم الظلم، أعظم الظلم، الظلم، ظلم الأعراض، أعظم الظلم ظلم الأعراض. وأعظم الظلم أن تظلم نفسك في الهلاك بأن تلوك أعراض العلماء، هذا من أعظم الظلم، ولن تستطيع أن تفوت من هذا بحال من الأحوال، لن تنجو.